نعم، التركيز الإسرائيلي حتى هذه اللحظة على مدينة رفح. كما تحدثت قبل قليل، الجيش الإسرائيلي نشر صور لحرق كامل لمرافق معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، بالإضافة لنشر فيديوهات قبل يومين تقريبا لتحويل المسجد الخاص في معبر رفح البري إلى مطعم لطهي الطعام للجنود الإسرائيليين الذين حولوا معبر رفح البري إلى ثكنة عسكرية بوجود أكثر من 50 دبابة داخل هذا المعبر، معبر رفح البري. الجيش الإسرائيلي حتى هذه اللحظة يطلق قذائف المدفعية باتجاه المنطقة الشرقية وسط توغل داخل المنطقة الوسط في مدينة رفح، وإطلاق النار باتجاه بعض السكان الذين ما زالوا في منازلهم في المنطقة الشمالية لمدينة رفح. كما أن طائرات الكواد كابتر تلاحق السكان في المنطقة الغربية. قبل قليل كان هناك استهداف لمجموعة من المواطنين في منطقة غرب مدينة رفح، تحديدا في منطقة السلطان وفي منطقة الحي السعودي في المنطقة الغربية لمدينة رفح. سقط ضحية وعدد كبير من الإصابات، لم يتسنى الرجال الإسعاف الوصول إلى هذه النقطة وإلى المصابين لنقلهم إلى مستشفى ناصر في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس. حتى هذه اللحظة ضربات أيضا مستمرة في محيط منطقة حي الزيتون في المنطقة الجنوبية لمدينة غزة. القذائف المدفعية أيضا وصلت إلى منطقة ميناء مدينة غزة من الدبابات المتواجدة في محور حاجز نتسريم على شارع هارون الرشيد في المنطقة الغربية لمدينة غزة. الجيش الإسرائيلي قبل قليل أعلن عن السيطرة عملياتيا على مدينة رفح بما يقارب من أكثر من 60%، بالإضافة للسيطرة الكاملة على محور فيلادلفيا. وبدأ يتحدث عن يعني قتال أو القضاء على كتيبتين من حماس من أصل 4 في مدينة رفح. يعني حتى هذه اللحظة التركيز الإسرائيلي على التصريحات الإعلامية من داخل مدينة رفح قد يؤهل لإنهاء العمليات في هذه المدينة وانسحاب الجيش أو توسيعها باتجاه مناطق آمنة أخرى في الأطراف الغربية لمدينة خان يونس. أنت تعلم بأن هناك قرار بحل المجلس الحرب الإسرائيلي، هل بعد هذا القرار تغير شيء على المشهد الميداني في غزة؟ يعني كل القرارات الإسرائيلية الداخلية في إسرائيل لم تؤثر على العملية العسكرية في قطاع غزة، العملية مستمرة حتى وكان هناك قرارات سابقة، حتى قرارات دولية لم تؤثر على العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. إسرائيل استمرت لأكثر من شهر في تهديد مدينة رفح وتوسيع العملية البرية على مدينة رفح، ورافق ذلك وقف لهذه القرارات ورفض دولي، ورغم ذلك إسرائيل أكملت طريقها باتجاه مدينة رفح وتوغلت في قلب المدينة. في البداية كانت هناك مرحلة أولى ثم مرحلة ثانية، والآن مستمرة في العملية العسكرية في مدينة رفح للأسبوع السابع على التوالي حتى هذه اللحظة في تدمير كل أجزاء مدينة رفح. يعني إذا ما تحدثنا هنا على الحدث الأكبر في مدينة أو في قطاع غزة هو الحصار الذي يتعرض له سكان منطقة شمال قطاع غزة، خاصة وأن الجيش الإسرائيلي أفرج عن المواد الغذائية والبضائع والشاحنات ودخلت إلى سكان شمال قطاع غزة قبل ما يقارب من شهر تقريبا، وأعاد سكان شمال قطاع غزة إلى حياتهم بشكل طبيعي في ظل توفر المواد الغذائية والطحين وكل ما يلزم حياتهم. ولكن بعد العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على منطقة مخيم جباليا وتدمير أكثر من 2000 منزل في وسط مخيم جباليا، في مركز هذا المخيم سواء كان من منازل محلات تجارية، وأعدم كل مقاومات الحياة حتى هذه اللحظة لم يتم السماح، ويرفض الجيش الإسرائيلي السماح بإدخال أي مواد غذائية أو حتى فواكه كما جرى في المرات السابقة إلى السكان في منطقة غزة وشمال قطاع غزة. ما يقارب من 500,000 فلسطيني حتى هذه اللحظة متواجدين في منطقة شمال قطاع غزة سواء مدينة غزة أو في منطقة مخيم جباليا. الجيش يرفض إدخال أي مواد غذائية لهم، وهذا أعاد لهم شبح المجاعة من جديد، ولكن بشكل أقوى وسيء جدا عن المرات السابقة. في قبل شهرين كانوا يعانوا من مجاعة، ولكن هذه المرة عادت بشكل أكبر بكثير نظرا لنفاذ كل المواد الغذائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية المتوفرة في الأسواق في ظل شح الأموال من كل السكان في منطقة شمال قطاع غزة. حتى أن عملية النزوح الآن توقفت من مدينة غزة وشمال قطاع غزة، توقفت باتجاه الجنوب. الجيش الإسرائيلي يحاصر كل سكان هذه المنطقة ويمنع إدخال أي مساعدات سواء من منطقة الجنوب أو سواء من منطقة حاج الزكيم والذي تم استحداثه خلال الحرب على قطاع غزة في المنطقة الشمالية لمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. شكرا جزيلا لك من دير البلح وسط قطاع غزة مراسل الحدث أسامة الكحلور.